نبقى مستعدين على طول نجري العجلة، العجلة تلف وتمشي. فقلت ايه اللي ربنا ألهمني ليه، يعني ان انا قلت اعمل اجتماع مع الناس اللي تقريبا نقدر نقول عليهم يمثلوا اراء الاهالي، الناس اللي هم ليهم تعويضات. فعشان ما ادخلش نفسي في الحيره بتاعت مين ومش مين ومين 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 وبتاع وكلام من ده، قلت سياده النائب والعمد والمشايخ والرؤساء او الناس اللي بيمثلوا العشر مناطق اللي هم حوالين اسوان هنا اللي هم بتوع الغزال. وعرضت الكلام ده على زملائي منهم سياده لواء هاني يعني، فطلعت فكره ثانيه. قالوا لي ايه؟ طب ما احنا برضو قبل ما نقعد مع الناس مع ممثلي المواطنين دول، طب ما احنا نجيب الناس التنفيذيين اللي هم اعدوا الحصر ده، اللي هم اشتغلوا ايدهم في الموضوع، اللي هم في المطبخ بتوع التوطين عشان الاسكان وبتوع الزراعه والكومومبو اللي هي بتاع المراقبه علشان الارض الزراعيه، ونجيب الناس بتوع الشهر العقاري والشؤون القانونيه وبتاع عشان موضوع التقنين اللي هنا، نتدارس والاملاك بتاع المدينه وكده، نتدارس الموضوع قبل ما نقعد مع الناس. قلت لهم والله فكره كويسه. فانا فعلا رغم المشاغل دي كلها، انا عملت امبارح باول ثلاث اجتماعات اللي هم مع اخواننا التنفيذيين اللي هم قاعدين في وسطكم دلوقتي. تمام؟ قعدت معاهم وقعدنا تدرسنا الموضوع، قعدنا ذاكرنا الموضوع. ايه نقعد علشان يعني زي ما انتم بتقولوا دايما ان انا رب العائله وبتاع وكلام من ده، قلت لما نقعد مع العائله رب العائله يقعد مع اولاده، يقعد مع اخواته اللي اصغر منه، يقعد مع اخواته اللي اكبر منه، ويتفاوضوا، مش يتفاوضوا، يتناقشوا ويطرحوا المواضيع والمسائل عشان يبقى عندنا فكر بنقوله. تمام؟ فكرنا واحد ولغتنا واحده. وحتى لو هنفترض ان في فكره معينه انا شخصيا مش مقتنع بيها او حاسس انها مش مناسبه، لكن الامانه بتقتضي عليا ان انا لازم انقلها واقول ان في بعض اراء بتقول كذا 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 كذا، ان الراي الغالب في الموضوع الفلاني بيقول كذا، ولكن في بعض اراء بتقول كذا. هذا الكلام كله هينقف عشان ابقى مجهز كلام مظبوط واعرف اتكلم كويس. لما نيجي نقعد ونتكلم لازم كنت اسمع منكم. لذلك انا سميت الاجتماع اللي احنا فيه ده سميتها جلسه استماع. انا مش هتناقش مع حد والله. لو واحد قال لي دلوقتي احنا عايزين كيلو في كيلو من القمر، هسمع منه برضه، ولا هقول له القمر بعيد ولا القمر قريب ولا لا ده راجل.